السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحب أرحب فيكم في الملتقى الرابع لطلبة الدراسات العليا في الإدارة والتخطيط التربوي للعام الجامعي 2021 و2022. يسعدني أن أكون معاكم اليوم، وأنا سعيد ويشرفنا في جامعة الكويت ممثلة في كلية الدراسات العليا بتواجدنا في هذا الملتقى لكي نلتقي بكوكبة متميزة من طلبة الدراسات العليا في جامعات مختلفة في شتى بقاع الأرض. وأسأل الله العلي القدير أن يكتب لكم التوفيق والسداد في هذا الملتقى، وأن يحقق الملتقى الغرض والغاية من وراء عقده. ولا يسعني في النهاية إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور الفاضل يوسف محمد الرومي مدير جامعة الكويت للتفضل بقبول رعاية هذا الملتقى، كما أتقدم حقيقة بالشكر الجزيل على الأخوان والأخوات القائمين على هذا الملتقى، وأخص منهم بالذكر الدكتور سالم الهاجري والدكتورة عائشة العازمي والدكتورة مزنة سعد العازمي. وإن شاء الله من خطوة إلى خطوة أعلى ورقي بإذن الله عز وجل. في أمان المولى.